بمشاركة 80 مشاركا ومشاركة من مختلف مدراء مكاتب موظفي خطوط اليمنية في الداخل والخارج. أقيمت بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل نقاشية تحت شعار التحديات والصعوبات في إطار اللقاء السنوي للتقييم والمعالجة. إلى التفاصيل. الخطوط اليمنية بين التحديات والصعوبات، تحت هذا الشعار انطلقت فعاليات الورشة النقاشية لموظفي خطوط الطيران اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة 80 مشاركا ومشاركة مثلوا مدراء مكاتب وكالات اليمنية المحلية والعربية. الورشة استعرض فيها المشاركون احتياجات مكاتب ووكالات الرحلات الجوية والصعوبات التي تواجه عملهم في مختلف المجالات. هذه الورشة هي سنويا في الماضي كانت تقام يعني ويسموها مؤتمر مبيعات للخطوط الجوية اليمنية، وهي مراجعة أعمال سنة كاملة بالنسبة لعملنا التجاري كان في الداخل أو في الخارج. واليوم كان اليوم بتقوم هذه الورشة هي للأسف خلال 3 سنوات الماضية لم نتمكن من قيام مثل هذه الورشة أو هذا المؤتمر، واليوم قمنا بهذا المؤتمر وهي مراجعة لأعمالنا ومراجعة يعني مراجعة الماضي ونظرة للمستقبل، وإن شاء الله تحسين الخدمات ومعالجة الأخطاء، ونعمل وفي نفس الوقت يعني وضع الأسطول ووضع السياسة البيعية وما عاد ما تعاني من مشاكل بين الداخل والخارج. استعادة الشركة لمكانتها وتقديم خدمة مميزة لعملائها هو الهدف الذي من خلاله تعقد هذه الورشة، وسط حضور منقطع النظير لمواجهة التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء. إن شاء الله أن المسافرين يتفهمونها، أطمننا أن في تحسنات إن شاء الله لليمنية خلال هذه السنة، أن ما تنتهي سنة 2018 إن شاء الله، لو اليمنية بتضيف إلى أسطولها طائرات، وقد إن شاء الله الطائرات هذه تتيح فرصة لإتاحة مقاعد أكثر. احنا اليوم هنا عشان ندشن ورشة العمل برئاسة الكابتن أحمد مسعود العلواني، وهذه الورشة طبعا عملت علشان نتجنب الصعاب اللي تعانيها شركتنا في هذه الظروف الصعبة، ونتمنى طبعا نتمنى ان الظروف تتحسن ونقدر نقدم افضل خدمة لراكبنا سواء كان في الدول العربية او ونرتفع بمستوى شركتنا الى ما كنا عليه وافضل. مداخلات ونقاشات أثرى فيها المشاركون عدد من المواضيع المرتبطة ببرامج تطوير منظومة شركة الطيران اليابانية، تم فيها تكريم عدد من المبرزين الذين أسهموا في تقديم خدمات متميزة للمسافرين من الجرحى والمرضى في ظل وضع استثنائي تمر به بلادنا، وتجاوزوا هذه الصعوبات بجهود ذاتية. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن.